الهاتف البروفيسور عبد الحفيظ قايده اخصائي في الامراض المعديه مستشفى فرانس فانون بالبوليده. صباح الخير دكتور. الو صباح الخير. اذا دكتور، بالامس كانت هناك تعليمات للوزير الاول حول التواصل مع الدول التي تقدمت في البحث حول فيروس او لقاح ضد فيروس كورونا. يعني هناك العديد من التفاؤل، ربما جرعة أمل، لكن يعني أنتم كأخصائيين هل ترون ربما هذا اللقاح سيأتي يعني بالنفع في الجزائر؟ لأنه شفنا مع المختصين أنه فيروس كورونا يعني يختلف من دولة إلى أخرى. نعم، صباح الخير. صباح الخير جين قناة النهار. فيما يخص اللقاح، طبعا فيه تغيرات فيما يخص الأسطوانة كورونا، ولكن لازم المواطن يعلم بأن كل المخابير اللي راهي تعلن اليوم باش تصنع هذا اللقاح تاخذ بعين الاعتبار كل التغيرات تاع هذا الفيروس. ونحن كأطباء وكعلميين حنا ننتظر باش نشوف ما هي النتائج اللي راهي توصلت اليها كل هذه المخابير. وحنا على بالنا باللي فيما يخص المخابير، مخابير متعدده عبر العالم راهي تتكفل باش تصنع هذا اللقاح. لكن الاهم اليوم انه في عبر كل بلدان العالم كاين يعني تفاؤل كبير، وحنا ننتظر كلنا هذا الانتاج تاع هذا اللقاح، لان اليوم رانا لحقنا في مرحله وين كل الوسائل استعملت باش نقاوموا هذا المرض، هذا الكوفيد 19. ولكن لازم نعرفوا بلي كل حاجه لها حدود. لحقنا وين الارقام راهي تزداد كل يوم، رغم كل التوصيات، رغم كل العلاج، رغم كل وسائل التكفل بهذا المرض، ولكن يبقى انه اليوم كل الطموحات تبقى في انتاج، في وصول هذا اللقاح. وان شاء الله احنا عندنا تفاؤل كبير بان فيه، يعني شفنا فيما يخص بعض البلدان، حتى في روسيا كان فيها تجربات واعطت نتائج يعني مشجعه. إذا احنا ما نبقاوش نتكلموا يعني في كلام ما عندوش معنى، لا، نقول باللي احنا نعطي ونوجد فيه كونفونس لهذو الخبراء، ومن طون احنا عندنا معاهد لما يوصل لهذا اللقاح ان شاء الله الى الجزائر. كاين معهد باستور وفيه خبراء اللي راح يتكلفوا بامور اخرى باش نتحققوا بجديه هذا اللقاح هذا ان شاء الله. يعني حتى الوزير الأول تحدث على ثلاث تحديات فيما يخص الجزائر منذ ظهور الوباء. التحدي الأول هو الفحوصات، التحدي الثاني هو الكمامات، والثالث هو الكلوروكين، تفاؤلا إن شاء الله في التحدي الرابع وهو اللقاح ضد الفيروس. طبعا الجزائر نظن كانت يعني أخذت قرارات يعني بطريقة عقلانية. الدولة الجزائرية كانت من بين الأوائل اللي كنا خدينا يعني بعض التوصيات، وخدينا بالقرارات، وين حتى نذكر بعين الاعتبار الحجر الصحي، كنا من الأوائل في العالم اللي خدينا هذا الأمور، أو حتى وكانت الأرقام مازالت ما لحقتش يعني مستوى مخيف، ولكن خدينا هذه القرارات وعطات نتيجة. نتذكر في شهر أبريل، يعني كل القرارات اللي خديناها كانت دائما باش نحمي المواطنين. وحتى الان نقول اللي كل ما راهي موجود في الميدان، ولو رانا نشوف الارقام حتى بعض الناس يقول مخيفه جدا، احنا كاطباء ميدان نقول لا، ماهيش مخيفه، هذا شيء طبيعي. كل في عبر العالم راهي الارقام تزيد، ولكن اللي اهم هو ماذا المفعول به في الميدان. احنا اليوم دائما نعمل ونحاول نعمل باش نكون دائما في الميدان، باش ما يروحوناش الامور، لي شوز نوز اشابي. خذت حتى وزاره الصحه اخذت قرارات هذه الايام الاخيره باش نكون تكفل، نغيروا طريقه العمل في الميدان باش
نتفاهم باش الامور ما تسيش. كيف مثلا نعطيك مثال انه الايام الاخيره وين زادت هذا الاعداد تاع المرضى بكوفيد 19 خدينا قرار انه مده دوغي دوسبيتاليزاسيون يعني مده وجود المريض في المستشفيات لازم نقلصوها بقدر الامكان، نقول بقدر الامكان يعني كل حاله صحيه تختلف من شخص الى اخر، ولكن عموما كنا من 10 ايام اصبحنا في 5 ايام، وهذا يجعلنا يعطينا امكانيات باش ندوروا الوحدات تاعنا وباش نكلفوا باكبر عدد ممكن من المرضى المصابين اكيد يعني حتى تتوفر الاسره بالنسبه للمرضى. طبعا طبعا، وهذا يعني اهم، هذا هو الاهم اليوم، يعني نحاول بقدر الامكان تكون فيه موجود اسره باش ندخلوا العدد اكبر عدد ممكن من المرضى، ما تبقاش الناس يعني تعاني، وحتى وتكون مشكله العدوى يبقى دائما من المرضى يبقى برا، دائما تكون مشكله العدوى موجوده. نعم دكتور عبد الحفيظ قايدي، يعني هل لك ربما ان تصف لنا الحاله فيما يخص مستشفى فرانس فانون بعد يعني ما نشهد هذه الايام ارتفاع وانخفاض في عدد الاصابات؟ شوف فيما يخص الاعداد كما نقول دائما ما نقدروش نحكموا عليهم في يوم او يومين او ثلاثه او اربعه، لا دائما الاعداد باش نقوموا المشكل تاع العدد هو انه لازم تكون فيه مرور يعني زمني، ولو نقول اسبوع 10 ايام تكون فيه استقرار في الاعداد ولا نكون فيه انخفاض باش نكون يعني نقدر نقول بلي الامور راهي تتغير. اما اليوم واش رانا نشاهدوا في الميدان؟ فيه صعود ثم فيه استقرار فيه انخفاض تطلع، يعني هذه الايام الاخيره فيه نوعا ما من الانخفاض في عدد المصابين بالكورونا، ولكن ما نقدرش نقول يعني باللي رانا في لا ماذا بينا احنا نضمنوا المواطن، ولكن ما زلنا في حاله استقرار، ولو حتى العدد ما يزيد هذه ديجا كيكسوز دو بوزيتيف، يعني كي ما تزيدش الاعداد احنا لينا هذا راه فوز. أكيد. وان شاء الله نتمنى في الايام الجايه والاسابيع القليله اللي راهي تجي ان شاء الله، ان شاء الله تكون في انخفاض اكثر فاكثر من العدد، ولكن نقول برك نذكر باللي كل الاجراءات اللي اتخذت لحد الان راهي تعطي نوعا ما ولو كان استقرار في عدد المرضى، هذا شيء مهم الناس ما على بالهاش باللي استقرار في العدد او عدم تكاثر الاعداد هذا يدل على انه فيه نوعا ما نتيجه، وان شاء الله قلت كما قلت لك الاخت في الايام والاسابيع القليله ان شاء الله اللي جايه ان شاء الله احنا نظن بيكون فيه نوعا ما تحسن وانخفاض في عدد ان شاء الله يبقى يعني وعي المواطن هو ربما الحافز الاساسي من اجل الخروج من هذه الازمه الصحيه. طبعا هذا اون جامي يعني دائما نرجع نقول بان السلاح الوحيد اليوم اللي راه بين يدينا هو لا بريفونسيون يعني الوقايه، وباش تكون الوقايه لازم تكون عن طريق وعي المواطن، دائما نحاول نفكر وناكد ان المواطن اليوم لازم يكون واعي، لازم يحتفظ بهذه ارتداء الكمامه بطريقه حسنه، يحتفظ بالميزور باريير يعني المسافه بينه وبين الاشخاص باش ما تكونش باش يقلص من العدوى، وبهذه الطريقه ان شاء الله ونزيد مع وصول ان شاء الله احنا نتمنى في شهر سبتمبر ولا اكتوبر بالك حتى نظن احنا مش عارفين حتى حسب المخابير تكون فيها وصول تاع اللقاح يعني اقرب الفرضيات ستكون من روسيا. شوفي هي كان يعني حتى روسيا في دوله روسيا يعني سيتم تطبيقه بدايه من اكتوبر. بدايه من اكتوبر ان شاء الله، هما راهم يعني هما راهم تكلموا راهم قالوا باللي يكون فيه فاكسيناسيون غون ديشيل يعني يعني كل المواطنين تقريبا تاع روسيا راح يستفادوا من هذا اللقاح، وهذا اذا دل على شيء يدل على ان هذا اللقاح اللي راح يستعملوه في روسيا في بلادهم على المواطنين تاعهم انه اللقاح ان شاء الله راح يمد النتيجه، وحتى اللقاح ما يستعملش هكذا بطريقه عشوائيه، قبل ذلك فيه سي يعني وفيه مراقبه وفيه امور تجعل انه تخلي المواطن مرتاح ان شاء الله، ما تكونش البلبله وما تكونش الكلام الزايد هذا على هذا اللقاح، خاطر بدينا نسمعوا من حد من اليوم
لماذا بدينا حنا المواطنين؟ لا حنا تو نو سيسبوار سون بازي سوغ هاد لا فاكسيناسيون، وان شاء الله تكون فيه نتيجه، وان شاء الله هو اللي راح يجعل هذا الوباء ان شاء الله يرفع علينا ان شاء الله. ان شاء الله وهذا املنا. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ قيدي، اخصائي في الامراض المعديه بمستشفى فرانس فانون بالبليده، شكرا جزيلا لك.